المشاهد اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. كل عام وحضراتكم طيبين وبعود الايام علينا وعليكم بخير ورمضان كريم. كل يوم معانا سؤال من سيادتكم في احدى التعليقات اللي بتتم على كل الحلقات والريلز بتاعتنا. النهارده هيبقى ضيف حلقه النهارده احد مهندسين معي في المكتب، هيطرح عليا سؤال وهنجاوب لحضراتكم. محدش يطلع من الحلقه، لان كل ما بروح معاينه والاقي مشكله بقول يا ريت الناس دي كانت سمعت المعلومات وكانت استريحت. خليكم معايا. معهد الدولي للترميمات، اول قناه عربيه متخصصه في اعمال الترميم. شوف بقى النهارده المهندس احمد هيقول لنا ايه. هندسه، ازيك يا باشمهندس اشرف؟ ازيك المشاهدين كلهم؟ طيب والله من يعني كانت في حاجه من الحاجات اللي كانت غريبه في معاينه، ان في واحد كان بيسال بيقول هندسه الدور عندي الدور الثاني السقف كله مصدي، والدور اللي فوق ما فيهوش اي صدى ولا فيه اي مشكله، فايه تفسير حضرتك للموضوع ده؟ والله فعلا الكلام ده بيتكرر معانا كتير جدا في المعاينات، وهو الانسان اول ما بنروح مثلا عنده ونكشف عنده جزء من السقف بيقول لك يا نهار اسود البيت ده هيتهد خلاص. وبعدين لما بنحاول ان احنا نكشف في اماكن اخرى وبنلاقي الدنيا كويسة والحديد مظبوط، فهو يفتكر ان احنا جايين نهرج. لا طب وليه يعني؟ ويبتدي المبررات بتاعتنا تخبط في دماغه. هو الراجل اللي بيجيب له المون اللي هو الزلط والرمل، الراجل طبعا مش مخزن عنده التشوين ده، بيجيب من الجبل ويرمي ويمشي. النهاردة النقلة جات له من هنا، بكرة النقلة جات له من حتة تانية، فبيبقى من سوء الحظ انه يجيب من جبل لسقف معين او لدور معين من مكان وحش، وممكن ان يحصل معاه الامور انه ربنا يكرمه والاماكن التانية بتطلع بخامات كويسة فربنا بيستر عليه وما بيطلعش. فده بيبقى الخامات اللي جاية كلها مش من مكان واحد يا هندسة، وده شيء فعلا ما حدش هيخزن قدام بيته 300-400 متر، واخد بالك؟ ولا هو المشوه نفسه هيبقى بيجيب طبعا من جبل، والجبل زي ما بيقولوا قلاب، بعد اسبوعين ثلاثه اللودر اللي بيسحب من الجبل بيجيب من مكان تاني. مظبوط. الله ينور عليك هندسه. الله ينور عليك هندسه. تمام، اشكركم. وان شاء الله يوميا هيبقى معانا سؤال مع احد المهندسين وهنقول اجاباته. الاسئله دي اسئلتكم انتوا وتعليقاتكم انتوا. انتظرونا بكره. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.